عبدالرحمن حرسي ومركزي كمدا مشرحين تا مدحوين كوحيقين كإمام القبلات كبوتلان أيام أنت وحا وكدو واجيين وترتمي دون دو حلقاسي أنا مركزي وشيقين ووحكا قبان دونو أدي قدا بولشدا مركزي إمام القبلات كبوتلان وريهن أحمد جوكر يا ربحين تنوحا ونقصو دريما قال مدح إمام القبلات كبوتلان إيقروي مشارح مدحوين كوحيقين عبدالرحمن حرسي فارح وشير جرايات كو قبتنا قال أدن قروي عاسبدا بونتلان أو شاعي إنه أتاعي هاي حلك ماذا حنا كحيان كدولة بنتلان ودرشاد الله في رأيو إنه بعد سديد الجنة وريا فاضي نكوسو هاي سا مشرحة وشير جرائد كوقبت مقالة انقروا وايا الشيغي سابا اي كمي ديهي سيدي دالك الله وهر مرين لها إن اي قيب كتاهي مشارح نمادا إميكا وكل واقعي استمر كاسينا وتاعي يا ماذا حنا كحيان كبنتلان أنا قوة مشرح عبد الرحمن حرسي فارح وأتاعي حلك ماذا حنا كحيان دولة قبلتك بودلان وحان ربا إن هالك مانتك شيء وصحافة دوقة عديو إن مركي الله تشذي وضياشة وحجرتك وكيل هذا دمان برشدة بودلان غيبة هذا كلا دوان وحان قوان كو قاري إن أنا سوش الرحو هالك مدحوينه كحجينك دولة قبلتك بودلان إن أنت مركي أن هرو دافو بودلان مانتا وحيوبا أنت يسبدل إن لا توسيو وحي كغلو عضي وحي هقاق وسعونا ينا هورا الله وضو أي أبا هانتهي وحي أبا هانتهي نبت قليو يسلمي أي كود عدو دورا شدو عدي كو هشا وصيح العالة و هشا وكو قولي ستا وفقارها بارلمان كو هرتيسة عد كو هشا وحا واجب أه إن الله شغينو دمان تيو انت يذكره أنه دونينا اسبدلك iyo hagaajinta Puntland waxaanu diyaar u nahay murashaxiintayada oo dhanba inaannu ka shaqeyno nabadgelyada isu soo dhaweynta Puntland haday hore xojajab u jiray in la isu soo celiyo inaan ka shaqeyno sidii ay Puntland tii la dhisay ay u noqon lahayd mushar ahmed xayna ku xigeen Cabdiraxmaan Xirsi Faarax shirkan jaraa'id uu ku qabtay magaalada Garoow ayaa noqonaya musharaxii ugu dambeeyay ee shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoow gaar ahaan waqtigan la taagan yahay isla markaasina uu taagan xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland doorashada ayaa la filayaa inay dhawaan ka dhacdo magaalada Garoow caasimadda Puntland taasoo musharaxiin badan imika ay u taagan yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Ahmed Muuse Cali Ahmed Joker telefishinka caalamiga ee Royal Garoow